يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 13، إسكندرية 20 13، مطروح 18 12، بورسعيد 22 16، الإسماعيلية 21 12 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 20-13، العريش 21-12، طابة 22-13، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-15 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 26-13، أسوان 29-15، الوادي الجديد 26-12، شلاتين 27-21، حلايب 25-20 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.